زلزال سياسي يباغت العراق، الاتحادية تصرف الحلبوسي من البرلمان. مهلا أيها السادة، قد لا تكون المشكلة بالزلزال نفسه، إنما المشكلة الكبرى تكمن بالارتدادات اللي تصير بعده. مبدأ عام ينطبق على اللي صار اليوم بقرار المحكمة الاتحادية اللي أنهى عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. خلونا نتابع القصة باختصار. أن المحكمة الاتحادية نظرت بالدعوى المرقمة 9 اتحادية وقررت بموجب الحكم الصادر إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وأيضاً إنهاء عضوية النائب ليث مصطفى الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم 14/11/2023، والقرار بات وملزم لكافة السلطات. قصة الخلاف بين الحلبوسي وليث الدليمي قديمة، والقضية مرفوعة بالمحاكم من شهور، وتتركز حول إنهاء عضوية الدليمي بقرار أصدر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بناءً على استقالة الأخير، واللي اتضح إنها قديمة وكانت جزء من ترتيبات الاتفاق بين الحلبوسي ونواب حزب تقدم، حتى الأول يسيطر عليهم بأوراق استقالاتهم حسب أوراق الدعوة. المهم أنه قرار إنهاء عضوية الدليمي صدر يوم 22 نيسان 2022، وسبب الفصل بحسب القرار يعود لعدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة بالنظام الداخلي. وبوقتها رفض الدليمي القرار ووصفه بأنه غير قانوني وتعسفي، ودعا إلى ردع ومواجهة الدكتاتورية اللي يمثلها الحلبوسي حسب رأيه. الآن السؤال الأساسي هو شنو مستندات المحكمة الاتحادية بهذا القرار المباغت؟ وليش صدر بهالتوقيت بالذات؟ الحلبوسي بدوره اتفاجأ بالقرار وين أثناء انعقاد الجلسة اليوم، وقال هناك من يسعى إلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع، وهي إشارة خطيرة. ووصف قرار المحكمة بالغريب، واستغرب صدوره وعدم احترامه للدستور والوصاية اللي ما نعرف منين تجيهم، وأضاف سنلجأ إلى الإجراء القانوني اللي يحفظ القانون والدستور. الخلاصة، إذا ردنا نوصف إقالة الحلبوسي فأقرب وصف يجي بالبال إنها زلزال سياسي، والكل زلزال سياسي ارتدادات قريبة أو بعيدة. وأول ارتداد شفناه هو تقديم نواب كتلة تقدم استقالات جماعية احتجاجاً على إنهاء عضوية رئيسه. هذا هو الارتداد الأول، وبانتظار بقية الارتدادات. ومثل ما قلنا بالبداية، قد لا تكون المشكلة بالزلزال نفسه، إنما المشكلة الكبرى بالارتدادات اللي تصير بعده. وهذا العراق، بوي على العراق، اشقد بيه مفاجآت ومصايب وصواريخ سياسي.
حياكم الله.